أحداث متسارعة، أنظمة متطورة تستخدمها الآن روسيا وستستخدمها على أرض المعركة، دعم إيراني، طائرات مسيرة، صواريخ باليستية قادمة لروسيا، كلام عن تعاون كبير بين البلدين، تحرك بوتين إلى بيلاروسيا. هل تعتقد فعلا بأننا قد نكون أمام تصعيد كبير خلال الشهرين القادمين؟ وكيف ستكون انعكاسات هذا الأمر على العالم بأكمله في عام 2023 بتقديرك؟ أولا شكرا لاستضافتي مجددا في برنامجك، دوما يشرفني أن أكون معك. تعلم بينما يتواصل النزاع في الاندلاع بعد 10 أشهر منذ أن غزت يوكرانيا وهاجم روسيا يوكرانيا، على الجانبين أن يتعاملا مع عامل الطقس في هذا الفصل من الشتاء القاسي. يبدو بأن هذا يؤثر على يوكرانيا وكذلك على الجانب الروسي، ومن الواضح بأن الروس على ما أعتقد يتنبهون إلى النقاط التي ذكرتها ويحاولون الدفع تماما وبمنتهى العنف في محاولة استغلال شراكتهم وحلفائهم في بيلاروسيا وكذلك إيران من أجل محاولة وضع مزيد من التحرك من جانبهم. ومن الواضح بأن هذا يتواصل في وقت موسكو تأمل فيه بأن واقع حالة الجو سيغير التقييم، ليس فقط عن طريق قادة كييف ولكن أيضا في العواصم الغربية وعلى الأخص تلك الأوروبية، على أمل أن تكون روسيا في وضع أقوى حينما يأتي الوقت للتحلق حول طاولة المفاوضات من أجل مناقشة الأمر. ليس ثمة من شك بأن الطائرات المسيرة الإيرانية إلى حد ما فعلا قد أحدثت فارقا في هذا النزاع. الطائرات المسيرة الإيرانية لم تقم بالأذى المادي الرهيب وحسب، والذي من شأنه أن يجعل الحياة بمثابة كابوس لدى اليوكرانيين، ولكن إضافة إلى ذلك فلها تأثير نفسي وسايكولوجي عندما تحطم وتستهدف هذه الطائرات المسيرة في أوديسا وفي مناطق أخرى من يوكرانيا. يبدو لي بأن هذه الحرب تواصل اندلاعها بينما نحن ندخل في عامنا الجديد 2023، وأعتقد بأن الانخراط الإيراني في ذلك سيتواصل.